اهلا فيكم مشاهدينا من جديد. وصلنا لفقره طبيه مثل كل يوم اربعاء. ونذكركم مشاهدينا انه تفاعلوا مع كل المواضيع عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا، واكيد يمديكم تتابعونا من خلال شاهد بشكل مباشر او بشكل تسجيلي. الان مشاهدينا راح يعني مع دخول المدارس واقتراب فصل الشتاء، ابرز المخاطر اللي تهدد صحه الاطفال هي الانفلونزا الموسميه اللي ممكن تسبب تعقيدات وظيفيه للرئتين عند الاطفال. فخلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نتواصل معكم. أنا مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر توصي مراكز مكافحة الأمراض والسيطرة الأمريكية CDC بإعطاء لقاحات الإنفلونزا السنوية لجميع الأطفال بعمر 6 أشهر وما فوق. الإنفلونزا هي عدوى تنفسية يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة قد تستدعي إدخال الطفل إلى العناية المركزة في حال العدوى الحادة. والأبحاث الأخيرة أظهرت بأن اللقاحات تقلل إلى حد كبير من خطر الوفاة من الإنفلونزا لدى الأطفال الأصحاء. وبما أن أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا متشابهة، تلقي لقاح الإنفلونزا ممكن يخفف من أعراض كوفيد-19. رحب بضيفنا العزيز استشاري أمراض أطفال وأوبئة دكتور حسام تتري. أهلا وسهلا فيك دكتور، حياك الله. حياك الله، صباح الخير. صباح النور دكتور. في البداية خلينا نبتدي معك عن أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة أنه فصل الشتاء يعني على الأبواء، وفي الدول يمكن بدأ الشتاء عنده. نعم حقيقة احنا بننصح بهذا التطعيم دائما للفئات اللي متعرضة أكثر للفيروس واللي معرضة أكثر للمضاعفات، اللي هي بالخصوص الأطفال 6 شهور إلى 5 سنوات. نعم. كل الفئات العمرية اللي بيعانوا من أمراض مزمنة مثل أزمة الربو، حساسية الأنف، أمراض القلب، الحوامل وكبار السن، هاي الفئات أنا من وجهة نظري من الضروري جدا أنهم ياخذوه. نعم. طبعا أي حد برا هذه الفئات بنقول له نعم إن استطعت إليه سبيلا. نعم. العام هذا بالذات بنأكد عليه أكثر. ليش؟ لأنه التاريخ علمنا كل موسم إنفلونزا هادئ يتبعه موسم شديد جدا. العام الماضي كان موسم هادئ في كل أنحاء الكرة الأرضية بسبب الإجراءات، يعني والكوفيد كان هو الترند، هو ماخذ الأهمية. السنة يتوقع أن الإنفلونزا ينتشر بشكل كبير وبدأنا نرى ذلك. نعم. فالتطعيم ضروري جدا. هل في أي تحورات طرأت على هذا الفيروس دكتور؟ نعم. هو الإنفلونزا معروف أنه يتحور من عام للتالي، وبالتالي نعم. تركيب المطعوم يختلف من عام إلى آخر، فالتركيب المطعوم هذا العام يحتوي على 4 أنواع جديدة ما كانت موجودة في المطاعيم السابقة. نعم. طيب دكتور، يعني أبرز العوامل لرفع مناعة الطفل بين سن 5 و13 سنة؟ طبعا هذا سن الطفولة الأكتف اللي الأطفال يروحوا المدارس وبيختلطوا مع بعض، وبالتالي هم أكثر عرضة للأمراض. في 3 أشياء رئيسية لتحسين مناعة وصحة الطفل بشكل عام بنقول للأهل: أكلوا أولادكم كويس، نيموهم كويس، ولعبوهم كويس. الآن النوم مهم جدا لتقوية مناعة الطفل، والناس بتستهين بهذا الموضوع. ضروري الطفل من 10 مساء إلى 5 فجرا يكون نايم. نعم. لأن هذا وقت تبديل خلايا المناعة في الجسم. نعم. 2، الأكل الصحي، الأغراض الحلويات والأكل الغير صحي مضاعف كبير للمناعة. نعم. اللي بده يقوي مناعة ابنه يعطي له أكل صحي ويخلي الحلويات للويكند. وهذا الدكتور يخلينا يعني ننتبه أنه المسألة هي مسألة طاقة، انه كل ما ضعف الجسد او ما كان في عنده تغذيه او نوم جيد يكون سهل. بالتاكيد. طيب دكتور، في يعني تواجد الطفل في بيئه والدين للاسف مدخنين، ممكن شيشه الى اخر هذه الممارسات، هل تاثر على مناعه الطفل؟ بكل تاكيد تاثر عليها بشكل غير مباشر بطريقتين. نعم. الطريقه الاولى انه إذا الطفل يعاني من أي نوع من أنواع الحساسية، سواء حساسية الأنف أو الصدر، من الصعب جدا على الطبيب حتى باستخدام الأدوية أنه يضبط له هاي الحساسية، وما لم تنضبط الحساسية بيكون الطفل عرضة أكثر للأمراض الالتهابية بالذات في الجهاز التنفسي. هاي أول شيء. الشيء الثاني أنه اللحمية عند هذول الأطفال عادة بتكبر وتصبح مثل المغناطيس اللي يلتقط الالتهابات، وبالتالي يصبحوا أكثر عرضة للالتهابات، وإذا أصيبوا فيها ما بيتعافوا بسرعة. نعم. دكتور، بالنسبة للأجهزة الإلكترونية يقولون أنها يعني بطريقة غير مباشرة تسبب ضعف المناعة في جسم الأطفال، هل هذا شيء صحيح؟ والله أنا سعيد جدا بهذا السؤال، لأنه حقيقة هذا وباء أحد أوبئة العصر، الأجهزة الإلكترونية. وتؤثر بطريقتين أيضا غير مباشرات. رقم 1 أنه الطفل اللي بيتعرض للأجهزة هاي بالذات اللي بيضل يتطلع فيها لحد آخر الليل ما بينام نوم عميق، وقبل شوي ذكرنا أنه النوم العميق مهم جدا لتجديد. نعم. جهاز المناعة. هاي أول شيء. ثاني شيء، الأطفال اللي بيأكلوا على الموبايلات وعلى الآيبادات بيأكلوا بنهم وبيأكلوا عادة أكل غير صحي، وهذا حيضاعف مناعتهم أيضا بشكل غير مباشر. دكتور، في يعني مدة انتظار بين إعطاء
لقاح كورونا ولقاح انفلونزا، يعني في جاب مساحه بينهم لازم تكون فتره زمنيه؟ احنا معظم دول المنطقه اوصت بانه يكون في اسبوعين. الغرض منهم فقط انه لو لا سمح الله حصلت اعراض جانبيه نحن نعرف الاعراض الجانبيه جاي من اي تطعيم، ولكن نعم. حقيقه لو تم اعطائهم الاثنين في نفس الوقت ما في مشكله. نعم. لكن معظم الدول في المنطقه وزاره الصحه نصحت انه يكون في اسبوعين. وهل يهم يعني اعطاء احدهم قبل الاخر للطفل؟ ما بهم، ولكن حقيقة أنا شخصيا في الوقت الحالي إذا خيرتني بقول أعطي الإنفلونزا الأول ثم أتبعها بتطعيم الكورونا. طيب لو الطفل المريض في البيت، ما هي يعني العلامات الخطيرة اللي لازم ينتبه لها الأهل وينقلونها للمستشفى لطلب المساعدة؟ طيب خليني شوي بس حسب في هذا الموضوع. طبعا. احنا متوقعين الآن هذا الشتاء أنه يكون قاسي علينا وعلى الأطفال، لأنه بعد فترة الحجر الطويلة المناعة المجتمعية بشكل عام نزلت. والآن رجعنا نختلط مرة تانية الحمد لله، وراحوا الأولاد المدارس، فنتوقع الكثير من الأمراض. فبالتالي بقول للأهل مجرد وجود حرارة، مجرد وجود كحة أو أعراض أنفية، هذا ليس سبب كافي أني أركض للدكتور، ممكن التعامل معه في البيت. متى أذهب إلى الطبيب؟ إذا الحرارة عالية فوق 39، إذا الطفل بيشكو من آلام شديدة مع الحرارة في أي مكان من جسمه، أو أصبح رافض للأكل تماما، يعني ما راضي يأكل ولا يشرب، وحسينا أنه هو خامل حتى بعد تنزيل الحرارة، فهاي الحالة ما نتأخر وروح على الطبيب فورا. أيضا بالنسبة لكبار السن، اللي يعني هل ممكن الطفل أحيانا بعد اللقاح وتكون هو مناعته قوية لكن يبقى أنه هو حامل للفيروس مثلا الإنفلونزا تحديدا؟ من المعروف أن الطفل هو الناقل الرئيسي للإنفلونزا، عشان هيك احنا بنركز على الفئة العمرية، أن الأطفال هم أول ناس يطعموا لأنه هم المعروفين اللي بينقلوا بينهم وبين بعض وبينقلوا للكبار. نعم. لكن تعلمنا من التاريخ أن الطفل اللي واخد التطعيم مش بس بيحمي نفسه، بيقلل انتشار الفيروس ونقله إلى المنزل. دكتور كلمة أخيرة يعني بما يخص هذا الموضوع، هذا حاب توجهها للمشاهدين. اهتموا بتقوية مناعة أطفالكم بالطرق الطبيعية. نعم. ملعقة عسل كل يوم الصبح. الابتعاد عن السكريات واللحوم المصنعة. نعم. وعودوهم على لعب الرياضة والنوم المبكر. دكتور حسام تتري، استشاري أمراض أطفال وأوبئة، شكرا جزيلا، نورتنا من زمان يعني عن هالطلة الرائعة. سعيد بوجودي معك، وأعتبر جلستنا هذه علامة على انتصارنا على إن شاء الله. بإذن الله. الآن مشاهدين راح نتعرف على يعني أبرز نصائح حول موضوع اليوم.